ولمزيد من النقاش حول صراع الأحزاب على المناصب في ظل الغضب الشعبي الذي يصف سياستهم بالفاسدة، ينضم إلينا السيد مظفر الخميسي، الصحفي والإعلامي العراقي، عبر سكايب من أمستردام. مرحبا بك معنا سيد مظفر. مساء الخير ومرحبا عليكم أهلا بكم. وعلى مشاهدين قناتكم الكريمة. الشعب العراقي من المفترض أنه على أعتاب انتخابات مبكرة كحل من الأحزاب الطائفية للخروج من الأزمات التي يمر بها العراق، والذي كانت جزء من المشكلات التي دفعت الشارع للانتفاض. ماذا قدمت تلك الأحزاب المتصارعة على الحكم وعلى الوزارات لكي تعود مجددا عبر صندوق الانتخابات؟ نعم، مساء الخير. حضرتكم تتكلمون عن أحزاب، وعن الأحزاب وكل العالم هي مؤسسات أو منظمات لها أهداف، لها برنامج، لها جمهور. إلا في العراق هم ليسوا أحزاب، هم دكاكين. دكاكين تعودوا على الخيانة والعمالة. الماضي مالتهم تفجيرات وقتل الجنود وتعذيب للأسرى وانتقال بين الحضن الإيراني والحضن الأمريكي. ما بعد 2003 دمار وسفسات في العراق. هم الآن يتحدثون عن انتخابات صمموا قوانينها وصمموا ضوابطها، وراح وتحت حرابة أسلحة أتباعهم وعصابات وميليشياتهم. نعم، هل تعتقد أن الشارع الذي انتفض من أجل محاربة الفساد والفاسدين والأحزاب ممكن أن يشارك في الاستحقاق الانتخابي المتوقع في منتصف العام المقبل؟ الشيء الأكيد أن الشعب العراقي وأحرار العراق لن يشتركوا بهذه المهزلة. هذه مهزلة ومسرحية أصبحت ممجوجة من الشعب، لأنهم هم من الآن قبل أن تبدأ مسرحية الانتخابات هم الزائفة، هم الآن يتحدثون عن محاصصة وعن اقتسام المناصب وعن اقتسام الغنائم، وكل فريق يهدد الفريق الآخر، وكل فريق يريد أن يأكل الكعكة لوحده. أي انتخابات؟ مهزلة هذه، مو انتخابات. طيب أستاذ مظفر، يعني عندما نتحدث عن الفساد المستشري في مفاصل الحكومات المتعاقبة بعد 2003، هل من الممكن باعتقادكم أن يحله مرشح من مرشحي، أو أن يحول له مرشحو المحاصصة والأحزاب التي حكمت طيلة الفترات الماضية؟ لا طبعا لا، لأن المرشح اللي راح يصل عن طريق حزب فاسد، ويجب عليه أن يمول حزبه، وأنه يرجع الأموال اللي رفعها للوصول إلى المركز. لذلك أن حزب فاسد ومرشح فاسد لن يستطيع أن يحل مشكلة فساد كبيرة، لن يستطيع أن يصارع حيتان فساد. الفساد أخذ ينخر العراق من الداخل ومن الخارج. هم يرددون أمام الفضائيات، يجلسوا كلهم أمام الفضائيات يرددون أن سبب خراب العراق وسبب سبب مصائب العراق هو المحاصصة، وكلهم أمام الفضائيات لا يريدون المحاصصة ويمتنعون على المحاصصة. في حين أول اجتماع لهم لا ينفض اجتماعهم بالاتفاق إلا بعد أن يتفقوا على المحاصصة وعلى أن يتقاسموا الغنائم. كيف يستطيعون أن يأخذوا على فساد وهم بالأصل فاسدين؟ مستحيل. طيب عندما تخرج تسريبات بأن 80% من الفساد هو في وزارات الدفاع والداخلية والصناعة، وأن البنوك اللبنانية كانت وسيطة في دفع رشاوى لمسؤولين عراقيين، هل يمكن البحث عن دور إيراني في ترسيخ هذا الفساد الذي هدم العراق؟ لا شك أن الدور الإيراني كبير في الفساد العراق، لأن هي معادلة طردية أن كلما زاد الفساد في العراق وكلما زاد الخراب في العراق تنفست إيران من العقوبات الأمريكية التي تضغط عليها. كلما زاد الفساد كلما زادت الأموال المهربة والمنقولة إلى إيران من العراق ومن الشعب العراقي. ولا شك أن عام لبنان في الوسط بين العراق وإيران، لأن لبنان أيضا يعاني من الفساد، وأيضا يعاني من تمدد إيران والخلايا الموالية لإيران في البنوك والمؤسسات اللبنانية. أشكرك جزيلا سيد مظفر الخميسي، الصحفي والإعلامي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من أمستردام.